بسم الله الرحمن الرحيم. اليوتيوب هنا بيدينا مميزات نستخدمها كتير في استوديو منشئ المحتوى. بنستخدمها ازاي؟ بنجيبها منين؟ اسئله كتير. بص نبدا نحلها. نقول هنا بندوس على الاعدادات الموجوده في استوديو منشئ المحتوى. بندخل على حاجه اسمها القناه وبندوس هنا على اهليه الاستخدام مميزات. بيقول لي انا مديك الحاجات ديت الثلاث حاجات دول بس لمين؟ اول حاجه للمميزات العاديه. ايه المميزات العاديه دي؟ بيقول لي لو انت قدرت تحقق، نبص على الشمال كده، لا تضم القناة أي إنذارات نشطة بمخالفة الإرشادات المتداة. لما أنت تبدأ تعمل قناة، تمام، عملنا قناة جديدة، طب القناة دي أنا يعني حققت فيها مثلا الشروط بتاعتها والكلام ده، بس القناة هنا ما فيهاش إنذارات، ما فيهاش أي مشكلة، يبقى أنت أقدر أخليك دلوقتي تحمل فيديوهات، أخليك تنشئ قوائم. إيه القوائم دي؟ اللي هي زي ديت كده، دي قائمة التشغيل فيها مثلا فيديوهات، بتلاقي هنا على اليمين أهي قوائم التشغيل. طب نرجع تاني نبص هنا ايه كمان؟ اضافة متعاونين الى قوائم التشغيل، ودي برضو حاجة موجودة هنا، تمام، في الاذونات والكلام ده. في الاذن هنا بيقولك انك ممكن تاخد حد يعاونك في الشغل. اضافة هنا فيديوهات جديدة الى قوائم التشغيل، نقدر نيجي على قائمة التشغيل هنا ونقدر نعمل ايه؟ نضيف فيديوهات جديدة. ودي ميزة برضو بتدهنا كويسة جدا، لان قوائم التشغيل ساعات بتتشاف لوحدها، في حد بيعجب بفيديوهاتك يكون عايز اتفرج عليها كلها على بعض، عشان ده بيقدم حاجة كويسة. الحاجات دي كلها اقدر اديها لك، تمام، امتى؟ لو انت ما عندكش هنا اي انذار نشط في القناة. طيب لو انا عندي هنا، تمام، اتنقلت على المستوى الثاني، المميزات المتوسطة. المتوسطة دي بعد ما يكونش ما عندك اي انذار في القناة، قال لك انا عايزك كمان يتم تفعيل المميزات العادية. ماشي، ما خلاص احنا عرفنا. طيب عايزين ايه كمان؟ اثبات ملكية القناة. يعني ايه اثبات ملكية القناة؟ قال لك سيطلب منك ادخال رقم هاتف لاثبات ملكية القناة. ليه؟ بيبعت لك عليه كود، الكود ده لما انت بترده هنا عنده عشان اثبات ملكية القناة، يبقى انت قدرت تثبت ملكية القناة بتاعتك. قال لك هنرسل لك رمزة في رسالة قصيرة او صوتية على الهاتف، عشان انت ايه تقدر نتأكد ان انت ايه الشخص اللي بيستخدم القناة، او انت صاحب ايه المحتوى، او انت صاحب الايميل، او انت صاحب القناة، او الكلام ده كله، لان الايميل هو اللي بيتعامل منه القناة. بالك ان احنا بنتعامل مع المحتوى غير مرغوب فيه وإساءة الاستخدام، ماشي، ما مش هم الكلام ده. بالك ان انت دلوقتي لو ايه، لو المحتوى ده يعني غير جيد او الكلام ده كله، احنا بنتعامل معاه معاملة جدية. فانت خد بالك انك لازم تعمل محتوى مطلوب، ما تعملش محتوى غير مطلوب، ما تعملش حاجة فيها إساءة. يعني من الاخر ما تخالفش ارشادات المنتدى، عشان ما نرجعش المرة تانية نيجي نقف هنا ونقول هنا ارشادات المنتدى مش هتخلي القناة اصلا بتاعك تدخل مراجعة ولا هتتشاف اصلا. حلو كلام. طيب تعال نشوف هنا بقى المميزات اللي هناخدها من ان احنا لما نعمل اثبات ملكية القناة. اول حاجة بعد ما نثبت ملكية القناة عن طريق رقم الهاتف، الفيديوهات التي تتجاوز مدتها 15 دقيقة هتقدر تنزلها، قبل كده ما كنتش تقدر. الصور المصغرة المخصصة، انك تقدر تعمل صورة مثلا، الصورة المصغرة دي مهمة جدا، لان دي اكتر حاجة بيقع عليها عين مين؟ المشاهد بتاعك. المشاهد لما بص اول حاجه الصوره اول حاجه بتشد، بعد كده العنوان وحاجات زي كده، هنعمل بيها فيديو ان شاء الله الفتره الجايه. بس الصوره المصغره اللي هو بيوفرها لك دي حاجه مهمه جدا، تقدر تعملها عن طريق الموبايل، عن طريق برامج، عن طريق تطبيقات، عن طريق اي حاجه انت ممكن ايه، او ممكن تسيب الحاجه زي ما هي. نقدر نديك اهم حاجه عندنا البث المباشر. والبث المباشر ده كان ليه يعني الاول كان مفتوح الاول عادي، دلوقتي بقى لها شروط والكلام ده كله. طيب البث المباشر طبعا على فكره يجب عدم الافراط فيه، عشان ما يعملش ايه مشكله، يعني ايه ان حد الناس انت تتعب، الناس تزعل من كتر ما انت يعني ايه. ما ينفعش تعمل بث مباشر كتير لمصلحتك انت، يعني لو عايز تعمل اعمل، يعني حاجات دي عادي يعني اليوتيوب مصالح بيها، بس عشان ايه ما تزهقش الناس ايه منك. ودي نصيحه انا دايما بقولها لاي حد، ودي حاجه ترجع لك انت. طيب اثبات ملكيه القناه خدنا منها الثلاث مميزات دول. في حاجه اخيره عايزين نبص لها، قال لك انا ممكن كمان اوفر لك حاجه كمان، مميزات متقدمه. طيب المميزات المتقدمه دي كويسه جدا في ايه؟ اولا انت ممكن ما تظهرش بشكلك، انت ممكن تتكلم وما تظهرش بشكل خالص، وده صوتك بيثبت وتصويرك هو اللي بيثبت الملكيه. قال لك طب ما انت لازم تظهر، او لازم تقدم لي بطاقه، لازم اعرف انت مين اللي بتعمل فيديوهات. قال لك طب تعال نشوف الاول المتطلبات ايه عشان هتديني صدمه مميزات ايه. قال لك المتطلبات هنا اللي انا هديها لك دي، او اللي انا عايزها منك، انها تكون محقق الايه، المستوى المتوسط اللي احنا قلنا كله اللي فعل من شويه. طيب قال لك كمان انا عايزك تعمل لي حاجه اسمها اثبات هويه. اثبات هويه، ما عليك سوى النظر الى كاميرا الهاتف، تمام، واتباع ارشادات النظر الاعلى. المهم هيصورك عشان يشوف صورتك عشان يعرف انت مين. يا اما طبعا ممكن تديله ايه،
حاجه تانية اسمها بطاقتك الحلوه الشخصيه او العائليه، دي البطاقه يبدا يصورها له اجواء السفر او رخصه القياده، هتصورها له صوره واضحه من الامام ومن الخلف، تمام؟ عشان تاخد ايه بسرعه، تاخد المميزات المتقدمه دي. هتاخدها امتى؟ بعد شهرين، ممكن بعد شهرين، مع الحفاظ على نشاط القناه. ولازم طبعا، والكلمه دي مهمه جدا، مع الحفاظ اي في السطر الثالث على نشاط القناه والالتزام بارشادات المنتدى. يعني ما تعملش حاجه ضد ارشادات المنتدى، ضد القانون بتاع اليوتيوب، غلط الكلام ده. لان لو عملت كده يبقى معنى كده المميزات المتقدمه ممكن ما تاخدهاش. طيب لو جالك اظهار حصل مشكله اثناء المراجعه، طب ايه كمان؟ حافظ على نشاط القناه. يعني ايه؟ لازم تنزل فيديوهات، تنزل بشكلك لو انت ايه ما كنتش لسه عملت اي حاجه، مش هتنزل بشكل خالص لو انت اتبعت ونزلت ايه وسمعت الكلام وبعت صوره بطاقتك او الكلام ده او برقم هاتف او الكلام ده، لان انت ممكن تعمل فيديوهات ما تظهرش فيها وبتفعل عادي جدا، مفيش اي مشاكل خالص. يعني سيصبح لديك سجل نشاط في القناه، وسنحذف بطاقه التعريف. مهم قوي الموضوع ده، ان هو يحذف بطاقه التعريف هنا، تمام؟ عشان يعمل لك المميزات المتقدمه. طيب احنا هنا ثلاث شروط. طبعا الشرط الاولاني دوت اساسي في كل حاجه موجود، انك حتى لما بتيجي هنا في الاول، لما نيجي هنا اهو في اول حاجه هنا رقم 2 بيقول لك لا حقق لي ايه المستوى الاول، برضو هنا قال لك حقق لي المستوى ايه الثاني. طب وهنا الثلاث شروط. طيب قصاد الثلاث شروط دول، وان هو هيعمل لك فعلا حساب، وان هو ان هيفعل لك الربح، احنا كل ده عايزين نفعل الربح، طيب، وحسابك هيبقى نشط والدنيا تبقى زي الفل. قال لك ان انا هعمل لك انشاء مميزات من احداث البث والمشي يوميا، ودي حاجه كويسه قوي. تحميل المزيد من الفيديوهات يوميا، تقدر تعمل فيديو اتنين، تقدر تحمل فيديوهات عن لو انت ايه خدت المميزات المتقدمه دي. انشاء المزيد من فيديوهات شورتس، ودي حاجه كويسه جدا، فيديو اتنين وتلات، نزل فيديوهات شورتس زي ما انت عايز. وعلى فكره الفيديوهات شورتس دي في ناس بتعترض عليها، تمام؟ وفي ناس بتقول لك لا دي مهمه جدا عشان ايه تشغل القناه. انا اقول على رايي انا في الموضوع ده بعد اللي انا شفته، دي على حسب القناه وحسب الشخص اللي شغال عليها. في ناس الشورتس رافعه معاها جامد جدا، وفي ناس شغاله على الشورتس بس، وفي ناس الفيديوهات الشورتس دي رفعت لها القناه كويس قوي، جبتها مشاهدات وعرفت الناس بيها، تمام؟ وفي ناس الشورتس ما فادتهاش قوي. فكل واحد حسب ما يشوف. الموضوع هنا ملوش قانون، عشان ما حدش يطلع في يوم من الايام يعمل فيديو يقول الشورت ده مش كويس، الشورت ده كويس، الشورت ده ممتاز، الشورت ده مش ممتاز. لا، ده على حسب ما انت تستفيد منه. لا، هو بيبعت لنا رسائل دايما على الايميل بيوصينا بنعمل شورتس عشان ايه نزود المشاهدات بتاعتنا. بيقول لك تاني حاجه تضمين احداث البث المباشر، ودي برضو حاجه كويسه جدا عشان دي بتفيد القناه وبتعمل لها زياده ايه اشتراكات ومشاهدات وحاجات زي كده. كل الكلام ده على فكره بيفيد القناه كويس جدا. طب الروابط الخارجيه في اوصاف الفيديوهات، ودي انا بقى نتكلم عليها. طب اخر حاجه بقى هنا بيقول لك هنا طلب اعاده النظر في المتطلبات المقدمه بواسطه هنا الكونتاكت اي دي. طيب معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان انت تقدر تقدم طلب اعاده نظر في اي وقت. مثلا احنا بنعمل طلب اعاده نظر دي في حالات معينه، او حالات يعتبر يعني ايه ان انا مثلا شايف نظر ظلمت في حاجه، ان يعني في قرار جاني تعسفي، لا انا بعمل اعاده نظر، انا عايز اعمل مراجعه، انا عايز اعمل حاجه، تمام؟ في انواع كتير جدا في موضوع طلب اعاده النظر دي. فاحنا عشان كده هنا بنقول لك ان دي من ضمن المميزات المتقدمه اللي انت هتقدر ايه تحصل عليها. اهليه تقديم طلب الاستفاده من ميزه تقديم الربح، ودي اخر حاجه احنا بنعملها هنا وبنتكلم عليها، ودي تعتبر اهم حاجه احنا كلنا بنسعى عليها عشان نقدر ايه نحققها. طيب مميزات الربح هنا بنقدمها امتى تتقفل مميزات الربح؟ لو انت ايه؟ لو انت خلفت، بص نرجع تاني، لو انت خلفت المستوى الاول اللي انت جالك ايه انذار نشط. طب انذار نشط ده بيوقف لك الربح؟ لو كان انذار لاول مره بدون وقف الربح، طب ماشي خلاص، دي حاجه بقى بعيد عن العادات المتقدمه. انا برضه بقولها، لو كان حاجه انذار يعني مش مده 90 يوم ولا كام يوم والكلام ده، ده ما بيوقفش ربح ولا بيعمل حاجه، بس بيفضل موجود كده طالما ارشادات المنتدى هيفضل موجود عندك على طول. طيب لو كان انذار نتيجه مثلا حقوق طبع مثلا الكلام ده، فانت برضه لازم تعرف انواع دي عشان مهمه جدا. انت بتعمل اتصال بالشخص اللي انت مثلا عملت حاجه وخدت حق من حقوقه، خلاص هو بيعمل لك، هو بيتصرف بالموضوع وخلاص الموضوع بيتحل. طيب لو كنت انت خلفت ارشادات المنتدى ممكن دي، او مثلا نقرات غير شرعيه، دي مشكله ثانيه، دي فيها قفل القناه على طول، تمام؟ عشان ما حدش يفتكر ان لو غلط هيبقى في مثلا حساب ان الربح اللي هو في الاخر حاجه اللي هو بيقول لك هديهولك ده بعد ما تخلص كل الكلام ده الربح ده ان هتاخده، لا مش هتاخد حاجه، انا هيقفل لك القناه اصلا. حلو. طب ممكن لو مثلا مخالفه فيديو او كذا، ممكن يحذف لك الفيديو ويعمل لك انذار، وممكن يعمل لك ايه يعني يعين لك فيديو، يعمل لك يعين لك الارباح لمده اسبوع. لو اتكرر في نفس الوضع تاني مره تانيه بيعمل ايه 3 اشهر بعد كده بيقفل القناه لو اتكرر في نفس المده. ودي كل المخالفات
المخالفات اللي تكون موجوده، فلازم الناس تكون واخده بالها منها. ده كل حاجه عن الاهليه لاستخدام المميزات. يا رب اكون فدتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.